مرحبا بكم من جديد في حصة مسيرة وتاريخ، ومع ضيفنا الأستاذ مولاي الحسن بن سيدي علي البشاري ذو الأصول من قناتسة بالجزائر، جزائري الأصل ومغربي النشأة والجنسية، وكان يروي لنا في زيارته إلى أهله في مدينة بشار وعبر حافلة كان يسوق فيها ابن عمه. نكملوا. شكرا سيدي هشام عبود. دائما ألح على أنني من أصول مغاربية. أيوة هذه هي. أنك مغاربي. أنني مغاربي، مغربي جزائري تونسي وليبي وموريتان. وإذا كنت أنتمي إلى هذه الدول فهذا افتخار لي، وهذه سعادتي، وهذه محبتي للآخر. فيما يتعلق بابن عمي، عندما ركبت معه إلى غاية أن وصلنا إلى ولاية بشار، فقال لي: سيدي، إلى أين تريد أن تذهب؟ سأجلب سيارتي لأنقلك إلى أي مكان تريد أن تذهب إليه. فقلت له: هل يمكنك أن تستضيفني ببيتك؟ فذهبنا إلى بيته. رحب بالفكرة لما عرفت. رحب، لأنهم أهل كرام وأهل الصحراء، هم أهل كرام وأنا صحراوي، وهم أبناء عمومتي ويسكنون في الصحراء. ولما دخلنا إلى بيته ووالدته لا تعرفني، وأنا قد رأيت صورة والدي، فقلت لزوجتي كانت ترافقني: هذه صورة ابن عمي محمد بن ميلود. فقالت زوجته: أتعرفه؟ إنه صاحب البيت يا سيدي، أتعرفه؟ قلت لها: إنني جئت إلى بيتي، وهو الذي استضافني عندكم، وأنا اسمي مولاي الحسن بن محمد البيض. حتى تعرف أن عندما أقول لك محمد البيض، حتى تعرف أن هذه الألقاب التي تسمى بمحمد البيض إلى آخره، فهي من أصول أمازيغية، وأفتخر أن أكون أمازيغي من جهة الأب ومن جهة الأم. ما شاء الله. كانت الفرحة عارمة، وأتوا، وأذكر أنهم أتوا بكبش الأقرن وأبلح وذبحوه، وإكراما لضيافتي بمنزلهم. والتقت القبائل من أولاد بوعزة وأولاد مولود وكثير من أهل ولاية بشار والحمر والمغلب والقناديسة. وأنا أعرف بالمناسبة، أنا أعرف تلك المنطقة خطا خطا. مرة ذهبت عن طريق سبدو وقطعت المولى والعريشة والخيطر والنعامة وبقطيب وصرية وعين صفراء وبني والنيف والقنادسة وبشار ومغل وبكايس والحمر ومغلب، وأعرف البيض وأعرف تغيط وأعرف الأضرار لأنها بلادي. ولما شب طوقي وشعرت بأنني قد كبرت، كان لزاما علي أن أذهب لصلة الرحم، وكانت الحدود مفتوحة. وهذا والآن منذ أن أغلقت الحدود لم أرى أبناء عمومتي، مات والدي ولم يروه ولم يحضر جنازته أبناء عمومته، ومات أعمامي ولم أحضر جنازتهم، ونحن الآن ربما نموت غدا أو بعد غد ولا نجد من يحضر جنائزنا. وفي الحقيقة هذا شيء مؤلم، وأنا في غاية التأثر لما أذكر هذه الحقائق. إذن بعد كيفاش اكتشف ابن عمك اللي جابك من وهر حتى بشار، بعد اكتشف باللي راك ابن عمه؟ هذا اسمه عبد المجيد بن مولود. لما قالت قلت لوالدته بأنه نادت عليه، فقالت له: أتعرف من عندنا بالبيت؟ قال لها: لا. قالت له: إنه ابن عمك مولاي الحسن. قال لها: يا والدتي، تأكدي من أنه ربما يكون نصابا، لأنني ذكرت له أن لي أبناء عمومة من المغرب واسمه مولاي الحسن بن محمد البيض. ماذا قال القتل؟ فلما أتى ونادوا على والدهم وجاء، فلما رأني قبلني وعانقني وقال له: إنه ابن عمك، ولست فطنا مثله، إنه استدرجك إلى غاية البيت وعندك جئت به. كانوا كرماء معي
وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كانوا على قيد الحياة أطال الله في عمرهم، وإن التحقوا بالرفيق الأعلى أسأل لهم الرحمة والمغفرة، وأدعو لهم بكثير من المغفرة والرحمة. هذا شفنا الجانب الشخصي، مسيرتك الشخصية، ولكن مسيرتك فيها جزء كبير اللي مسجل في الأدب المغربي والأدب المغاربي، لأنك أولاً أكثر الرجال نشاطاً ثقافياً في مدينة الناظور، وأنت ترأس جمعية ثقافية، جمعية الإبداع والفن، ملتقى الفن والإبداع، ملتقى الفن والإبداع لمدينة الناظور، و نشاط مكثف وكذلك إنتاج أدبي غزير. لو تحدثنا شوية على الحياة الثقافية في مدينة الناظور، هذه المدينة اللي اقتصاديا تعبانة أكثر من كثير من مدن مغربية. أولا فيما يتعلق بمدينة الناظور، هذه المدينة التي عشقت ناسها وأهلها، لأنني أكلت خبزها وشربت من مائها وتنسمت هواءها، وعشت فيها قرابة 3 عقود من الزمن وليست بالسهلة، وتقلبت في عدة أقسام ومصالح إدارية بها، أي بالجماعات المحلية بها، سواء بمدينة الناظور أو بمدينة زغرغن التي تعتبر من المدن المجاهدة وهي شعلة الجهاد في إبان الاستعمار الإسباني وكذلك البرتغالي والفرنسي، وكان الشريف محمد سيدي محمد أبو زياد هو الشعلة والانطلاقة الأولى للجهاد، ثم تلاه بعد ذلك الزعيم الكبير المجاهد سيدي عبد الكريم الخطابي وابنه محمد بن عبد الكريم الخطابي، وما هي مسيرة حافلة لأبطال كثيرون جدا وكثيرون بهذه المنطقة الشماء وهذه المنطقة الأبية. الريف لم يدخل على المغرب برجال المقاومة وبزعماء. الريف منطقة الريف هي بلاد الفقهاء أولا، وبلاد القضاة، وبلاد المجاهدين، لأن الكثير من الفقهاء وكثير من القضاة وكثير من رجال الأدب في منطقة الريف، سواء ببني سدال أو تبسمان أو أجدير أو بالمدن العريقة بمنطقة الريف، كانوا أهلا لكل احترام وتقدير، وما زال التاريخ يذكرهم. وكذلك حتى في الجانب النضالي في مسيرة التحرير المغربي، كانوا قادة وكانوا زعماء وكانوا يناضلون من أجل استقلال الوطن من ربقة المستعمر الغاشم أنذاك. فيما يتعلق بمسيرة الأدبية أو قبل ذلك فيما يتعلق بالميدان الثقافي في مدينة الناظور، أقول إنه بخير وأنه يسير المدن الأخرى المغربية، وظهرت مجموعة من الكتابات لمبدعين سواء كانوا رواضا أو شبابا، وأنا أقدر إسهامات الشباب كثيرا في المجال النشر والتأليف، وظهروا قصاصون وكذلك قصات وشعراء وشواعر ونقاد، وكثير من اللقاءات تعقد بمدينة الناظور حقيقة. أمارس هذا الجانب الثقافي في مدينة الناظور من خلال جمعيتي ملتقى الفن والإبداع، ولكن في الحقيقة لست وحدي، بل هناك جمعيات أخرى تنشط في هذا المجال، وإن كان لكل طريقة اشتغاله، هناك من يكثر في الاشتغال وهناك من يقل في الاشتغال، والمهم هو المساهمة الثقافية والإبداعية داخل هذه المدينة. من ناحية الجانب الاقتصادي، فعلا الآن الناظور ليست هي الناظور التي كانت عليه في إبان الرواج الاقتصادي، الآن هناك كساد، لأن كانت ماليليا مفتوحة وكانت سلع تدخل وكان الناس
يتسوقون ويتبضعون بضاعتهم سواء من داخل المغرب. حتى لما فتحت الحدود ما بين الجزائر والمغرب كانوا يأتون إخوان لنا من 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 تونس ومن ليبيا، وكانوا يأخذون البضائع ويجلبونها إلى بلدانهم الأخرى، لكن هذا لم يبقى. ونسأل الله سبحانه وتعالى من أن يلهم المسؤولين في عبر الجهة وعبر الأقاليم وعبر كذلك المجالس المنتخبة في أن يفكروا في إيجاد حل لمعضلة البطالة، وكذلك لمساعدة التجار ولخلق فرص للشغل وتحفيز للمشاريع سواء كانت متوسطة أو. وغالبا ما نلح على هذا الجانب، لأن إعطاء المجال للشباب للاستثمار في 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 مشاريع ولو صغيرة، المهم أن لا يبقى هؤلاء مكسوفي الأيدي أو مستندين إلى الجدار. في بما يتعلق في قبل نبقى موضوع الاقتصاد، مدينة الناظور كانت متخلفة نوعا ما عن الحركة السياحية، عن السياسة السياحية في المغرب، هذا اللي زاد ساهم في الكساد الاقتصادي. ولكن مع مشروع مارتشيكا راح تكون نهضة اقتصادية في رأيك، لأنه مشروع كبير. لأن الناظور الآن يسير نحو الأفضل، لا في الجانب المعماري ديالو ولا في كذلك في الجانب تشجيع الحركة الاقتصادية والسياحية. ولكن هذا بشكل محتشم حقيقة. مارشيكا أنجزت مشروعا وسوف تنفذه على المستوى القريب أو المتوسط إن شاء الله، إنجاز عظيم وكبير هائل، ولكن نرجو أن يستفيد منه جميع ساكنة مدينة الناظور، ولا يقتصر الأمر على شريحة معينة. كان يخلق فرص عمل طبعا الآن خلق مجموعة من فرص للشغل، وهناك إرادة كذلك لدى المسؤولين في الإقليم وعلى مستوى المسؤولين على مارشيكا من أجل النهوض بهذا الساحل، وهو ساحل كبير، أي كورنيش كبير في مدينة الناظور، وقد يضاهي أي ساحل على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى الأوروبي، لأنه سوف يصل حسب تقديري وحسب علمي في الزمن الآتي ربما يصل إلى القرية، أو قد يتعدى ذلك إلى كندلو، وهذا ما نرجوه إن شاء الله. أما الآن فهو الآن قد تجاوز ربما 5 كيلومترات أو 6 كيلومترات، وهذا شيء مهم وجميل ورائع ومتميز. عودة إلى إنتاجاتك الأدبية، مولاي الحسن بن سيداني أنت ما خليت حتى شيء في الأدب وما دخلتوش، يعني رواية، زجل، قصة قصيرة، مسرح، وكاتب كلمات، أغاني، يعني من ضمنهم شاب خالد كان باش حسب ما وصلني من معلومات فيما يتعلق بكلمة الميمة، أنه قدمها الأستاذ الفنان رامي لاباش إلى الأستاذ شاب خالد، وقال له ربما إنها قريبة مني باعتبار والدته، وأنه مشتاق إليها، وكانت الكلمات جميلة جدا بالنسبة كما رآها الشاب خالد. ولكن الشاب رامي لاباش المسمى بمحمد الحسني نسأل الله له الشفاء، لأنه وقعت له مؤخرا حادثة سير بالقرب ما بين منطقة رأس الماء ومنطقة القرية، وهو كان يعاني من جراء هذا الحادث، نسأل الله له الشفاء العاجل، وقد غناها بتميز وأصبحت أغنية مشهورة يعرفها الكبير والصغير، خاصة لما يتعلق الأمر بالأم بالوالدة، يعني دائما بالأم. حتى أنني أذكر عندما غناها الشاب رامي لاباش
كلما سمعتها كنت كانت الدموع تنزل من عيني. وانت صاحب كلماتها. ولو ولكن للحن جماله ورونقه وعذوبته ايضا وتاثيره. اذا بالاضافه الى كتابه كلمات اغاني قلنا انت قصه قصيره مسرح زجل روايه، ايهما اقرب لك واين يعني تشعر بالراحه لما تكتب؟ هل في الروايه او في الزجل او في القصه القصيره او في المسرح؟ الاربعه هذو امامهم اقربهم لك. انا عندي ثلاثه احفاد ما شاء الله، ولكل حفيد منهما حب، ولكن حبهم الاكبر في قلبي اكبر، لانني لا يمكنني ان اميز بين هذا حفيدتي ملاك او ريحانه او حفيدي محمد امين، فهؤلاء مثل ابنائي. صحيح. فكلهم احبابي، لكن في بعض الاحيان يقع لي نوع من 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 المراجعه. مثلا عندما كنت اكتب في القصه القصيره وكتبت فيها اربع كما ترى اربع مجموعات قصصيه، عشتار والقمر، وكذلك رسم بريشه القمر، وكذلك ايلان حين ينزف الورد دما، ومن الهدهد الى الحكيم، وهناك مجموعتين اخريين ما زالتا لم تطبعا. عندما كنت اكتب في القصه كنت انبهر بشيء واحد، هو انني حاولت ان اختصر واختزل كلماتي في قصه قد لا تتعدى بضع اسطر. ولكن لما كتبت في الروايه روايه غاده العامريه، وروايه قلب بين نور ونار، وروايه ذاكره، وجدت ان نفسي اطول ويجب ان يكون في السرد ويكون اجمل لو انني انصهرت في كتابه روايه اكثر من ان اختزل كل تجربتي في سطرين او ثلاثه اسطر. هي على كل حال انا حصل لي الشرف واني شفتك تكتب القصه وانا حاضر معك، انه كتابتك للقصه وكذلك حتى الشعر، احنا ما تكلمناش على الشعر تكلمنا على الزجل، ولكن حتى الشعر عندك سهولة في الكتابة لم أراها عند أي أديب غيرك. بالأمس أنت كتبت قصة قصيرة بحضوري وطرقت فيها إلى معاناة والدك، يعني وكانت مؤثرة في كثير إلى درس أنك بكيت لما انتهيت من كتابتها وقرأتها يعني مرتين، وشوفك يعني تبكي بدموع عالية. سر هذه الكتابة السهلة وبعد نجيو للقصة اللي كتبتها البارح. فيما يتعلق بالسيرة هي تجليات من سيرتي، وفيما يتعلق بالفصل المتعلق بوالدي رحمة الله عليه، أنا لا أريد أن أقرأها مرة أخرى لكي لا أطلب ذلك منك. سوف تتعب معي وأنك تناولني المناديل لكي أمسح دموعي، وربما أحتاج إلى كثير من الوقت لأسترد أنفاسي. هي قصة مؤثرة للغاية، وكل ما كان واقعيا حقيقيا لا مراء فيه يكون جميلا ويكون رائعا ويكون متميزا، لانه يخرج من الاعماق. يخرج من الاعماق، ولكن انت كنت كابح وكنت مخلي مثلا القصه هذه عشتها وانت صغير، وكان مفروض انك ممكن تبدا حياتك الادبيه بهذه القصه. شوف شحال نتجت حتى البارح باش كتبت هذه القصه اللي قصتك بزاف، لانه ترويق قصه والدك لما تم توقيفه خذوا التزامات المعتقل الشهير وقضى مدة وكاش خرج، يعني شيء عظيم. كانت ممكن القصة هذه تخلق لك شهرة. أولا كانت أن والدي حين كان في منسقا للثورة ما بين ثورة الجزائرية أعضائها طبعا، وكذلك رجال المقاومة في المغرب، وكان موردا للأسلحة،
وهذه بشهادة الجميع ويعرفها الكل. وكانت له حظوة عند قادة الجزائر كما كانت له مجموعة من الاعتبارات لدى من يعرفه من المغاربة. وكان يحب القادة الجزائريين وكانوا يحبونه أيضا، لأن بيته كان بيتا للثورة الجزائرية، وكان هو الذي يمسك الدفاتر أو تلك الكنانيش أو التواصيل التي كان يمدها إلى الجزائريين من أجل المعونة التي كانوا يساعدون بهذا، اكتتاب أو مساعدة مادية كانوا يقدمونها للثورة الجزائرية. الوالد ديالي رحمة الله عليه كان بيته بيت للمجاهدين الجزائريين، وكان له اسم شهرة قد حركي اطلقه عليه احد رجال الثورة، او ربما الجبهة، هي الجبهة التحرير الجزائرية هي التي اطلقته عليه، وكان يسمى ببيوت. وسبب تسمية والدي ببيوت اي نسبة الى مدينة البيض، لأن البيض كانت معروفة آنذاك، ومثل تاغيت، مثل تدكلت، مثل أدرار، مثل بشار، مثل الثورة، مثل القناديسة، ومثل كثير من هذه المدن أو الولايات التي كانت متواجدة هو علاقته بالبيض، بمدينة البيض. هو صحراوي الأصل، هو صحراوي النشأة، وهذه أرضه، هو من الأحمر والبيض، لا تبعدوا عنا بكثير. أيوة، هذا هو. وكذلك بن عباس. أيوة. لا تبعدوا عنا بكثير. انا اقول لك بني عباس ماشي بالعباس، بني عباس معروف، بني عباس موجوده في الصحراء. أيوة. وبني عباس راه موجوده في الوسط الجزائري، قرب في غرب الجزائر، في قرب مدينه طهران. فيما يتعلق بسر كتابتي لهذه القصه حديثا، مده طويله هذه، ما كنتش عارف انك والدك كان كتب، احد الاصدقاء اصدقاؤنا كتب عن قصته ومحنته، وهو الان يتواجد بديار المهجر، واسمه جمال الغازي. كتب قصته عن 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 ما جراء ما عاناه في اضرابات 1984، وقد أصيب بالرصاص حسب ما ذكره، وأصيب بجروح، وما زالت أثار تلك الحالة عليه. فشعرت يومها بأن هناك تاريخ يجب أن يذكر، إذن لماذا لا أذكر قصة والدي، مع العلم أن والدي لم يكن يريد أن يدون هذه المرحلة، لأنه كانت المعتقلات، كان اسم المعتقل يصاب به بالضعف. ذكر اسم تازمامارت كان يمنعك، لا يمكن ان تذكر اسم تازمامارت امامه، او ان تذكر معتقل، لان انا لست ادري هل فعلا كان بتازمامارت او كان في معتقل اخر، ولكن حسب ما كنت اذكر له، لان عندما قال لي احدهم ان والدك رحل الى تازمامارت، ولما رجع والدي وعاد من المعتقل سالته عن تازمامارت، قال لا تردد هذا الاسم ولا يمكنك أن تردد. معلمك في المدرسة اللي قال لك إذا مشى ليه ما يوليش، وكذلك معلمي في المدرسة يومها أصبنا بمجموعة، وهذه الأسباب أنا عندما أذكرها أنفعل وتضيع مني الكلمات والأحداث. كانت محنة في الحقيقة، وكانت تجربة قاسية على الأسرة، حيث أن كان المخبرون، وكانت كثير من الأحداث التي عشناها، وأنا كنت طفلا صغيرا، واقتحموا بيتنا وأقلبوه رأسا على عقيب، وكانت والدتي في حالة من الذعر، وأيدينا مرفوعة إلى السماء، ووجوهنا على الحائط، ووالدتي كمن مسها جن أو مست به، وكانت تتخبط على الأرض، وأختي تشممها البصل، وأختي الصغرى وأخذ الوالد ليلا معصب العينين ومكبل اليدين، ومضى إلى مضوا به. ويومها عشنا حالة من
من من من التجافي بالنسبه للحي انهم كلهم كانوا ينظرون الينا على اساس انه والدنا كان هذا سنه 72 ربما في سنه 72 او 73 لا اذكر بعد المحاولات لا 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 اذكر المهم حسب ما اصر به الوالد الينا ان الواقعه وقعت لان الوالد لم يستفد لا من الثوره الجزائريه ولا من الثوره المغربيه وكان عمله دائما يقول عملنا من اجل الوطن لله في الله ولا نريد لا جزاء ولا شكورا وعملنا يجب ان ينحسر عند انتهاء العمل جنة بانتهاء ولكن الاستعمار وحصول البلدين على الاستقلال انتهى عملنا ويجب ان نشارك في الجهاد الاكبر كما اشار اليه محمد الخامس في البناء والتشييد وكذلك في الاستقرار والامن لكن كان يغيظه شيء واحد عندما يرى احد ابناء احد الحركيين او احد الخونه قد تولى منصبا او احد العملاء اصبح من الاعيان واصبح من الساسه ومن الساده ومن اصحاب القرار كان ينفعل وكان يصدهم وكان يسبهم في وجوههم وكان يحاصرهم وكان كان عنيفا معهم الى درجه انه كان يسب وكان يشتم ويقول لهم انتم ابناء حركه وانتم ابناء خونه وهذا هو السبب الذي لما وقعت احداث في المغرب انهم تصيدوا له هذه الفرصه واقحموه في مكان واخذ الوالد ولكن اطلق براءه ولم يصدر في حقه عفوا وانما براءه وكذلك ان الوالد رحمه الله قد تلقى استقبالا من طرف صاحب الجلاله الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه وفي سنة 1978 أنعم عليه المرحوم الحسن الثاني بالحج في مع الوفد الرسمي الذي كان يرأسه آنذاك وزير الخارجية سيد محمد بوستا والأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك هذه هي الحقائق القصة هذه أنت لما شفت والدك يعني أخذ إلى المعتقل وبقى فترة طويلة ولما خرج بقى حاكم السر هذا كاتمه وحتى لما سألته قال لك نحكي لك يوم تعود تفهم قال يوم وفاته وحكى لك يعني ليلة وفاته يوم وفاته أي اليوم في المساء ووالدي توفي بالليل اصطحبني معه واخذني معه وقال لي سنزور بعد من كنت اختلف معهم سياسيا وكنت اختلف معهم حول قضيه الوحده الترابيه وذهبنا الى بيت الطالب البشير وكان معنا الاستاذ عبد الحميد سويلان وتعانق الرجلان واخذ بعضهما بالحضن وذهبنا الى واحد سليحية وهنالك شربنا قهوتان ومضينا الى حدود جوج مغال واتمنى من المسؤولين ان يستبدلوا هذه الكلمه بحدود الوحده وان لا تكون هنالك وحده اصلا ولا تكون هناك حدود اصلا وانما تكون هناك وحده قائمه على 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 الاخوه وعلى والمحبه. لما عدنا قال لي في الطريق ولدي سالتني عن اشياء كثيره انت الان قد سمعت بأذنك من صديقنا ورفيق دربنا في النضال الأستاذ الحاج طالب البشير فقيه طالب البشير والآن سأحكي لك عن معاناتي في عن ما كنت تسألني عن فحدثني بألام فحدثني ب وسمى لي أسماء أعطاني كل شيء وسمى لي الأسماء لا أكثر ما في جعبته وكأنه أوصاني بتدوينها ولكن بطريقة محتشمة لأن أنا الآن أنادي للسلم وللسلام وأنشد المحبة للناس ككل ولا أريد أن أسمي الأشياء بمسمياتها وعفى الله عما سلف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق علينا بمحبته وأن يجعلنا متحابين فيه ومتحابين فيما بيننا. هذا الدعاء سيكون مسك الختام لحصة يعني مرت بخفة يعني
الساعة ما تكفيش مع مولاي الحسن بن سيدي علي.